مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة كود كور اللي كنقدموا فيها مجموعة من الأفلام الجميلة اللي كتستحق المشاهدة. بعد ما هضرنا في الحلقتين السابقتين على جوج أفلام عالمية زوينة بزاف، اليوم غادي نبدلوا الوجهة وغنمشيو للسينما المصرية باش نهضروا على واحد من أجمل الأفلام المصرية على الإطلاق. والهضرة هنا على فيلم آيس كريم في جليم من إخراج خيري بشارة سنة 1992 ومن بطولة نجم النجوم الأغنية المصرية عمرو دياب ومجموعة من النجوم الآخرين اللي كانت لهم بصمة زوينة في هذا الفيلم هذا. ظاهريا نحن في صدد الحديث عن فيلم غنائي، اون كوميدي ميوزيكال، تتهضر على واحد المغني شاب كيحلم بالنجوميه وبالشهره وكيحلم كما كنقولوا باللغه العربيه بموطئ قدم في واحد السياق فني ثقافي صعيب شويه اللي ما متقبل الشباب في ذاك الوقت. ولكن اللي تعمقنا شويه في الفيلم غنشوفوا حوايج اخرين مهمه كتخلي هذا الفيلم هذا واحد من اهم واعمق الافلام المصريه على الاطلاق. الا شفنا فيلم بمعزل عن هذا الجانب الموسيقي فغنلقاو فيه واحد الحاجه مهمه بزاف اللي هي صراع الاجيال. جيل قديم تنتمي ليه المخرج لأن من مواليد 1947، يعني السيد كبر وترعرع وتفتح الوعي ديالو في ايام جمال عبد الناصر والمد القومي والمد ديال التيار الناصري وداكشي كامل. بالاضافه لهادشي طبعا هذا الجيل هذا كبر في واحد السياق تاريخي شويه يعني متوتر طوندو، السياق ديال الحرب البارده بين جوج المعسكرات، المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. جيل اللي كبر في واحد المجتمع اللي الفرد فيه غير عنصر ثانوي بالمقارنه مع الجماعه مع الامه. في الطرف الاخر كاين واحد الجيل اخر جديد تفتح الوعي ديالو على يعني اواخر الحرب البارده، على ضعف المعسكر الشرقي وعلى يعني تغول المعسكر الغربي، على انتصار المعسكر الغربي ثقافيا. الاغاني ديال رولينغ ستونز وديال بيتلز اكتسحوا العالم، موجه ديال اغاني البوب بدات كتولي الا مود، مايكل جاكسون، مادونا، يعني الغرب بدا يصدر لنا الثقافه ديالو شويه بشويه لهاد المناطق ديالنا ديال الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وبدينا حتى حنا كنصهروا شويه بشويه بشويه وكندخلوا شويه بشويه في داك المول ولا داك القالب الثقافي ديال الغرب، من حيث اللباس، من حيث الاغاني اللي كنسمعوا، من حيث انتشار مجموعه من الرموز الاقتصاديه والثقافيه ديال هذا المعسكر هذا. انت شو يا نور؟ لا ناصري ليه؟ لا بس زريال كمان ناصري؟ لا ماركيز لينين. انا معيشه في الوهم صحيح. يا ابني ما خلاص بالسلامه. الفكره ما بتموتش. عم اقعد ساكت كده، ما وركوش الا كلام وخلاص. هادشي كامل هو اللي لاحظوا المخرج اللي قلت لكم كينتمي للجيل السابق وحاول انه يرصدوا في هذا الفيلم هذا اللي ابعد ما يكون على فيلم تجاري، واللي كما سبق لي اشرت ليه فيلم يؤرخ لمرحله معينه في التاريخ ديال هذه المنطقه ديالنا. داكشي اللي كنشوفوا في الفيلم هو واحد الجيل اللي فقد كاع لي غوبير، يعني ماشي بحال الجيل السابق اللي كانوا عنده ديزيد جام، كانوا عنده افكار، كانوا عنده مبادئ وكانت عنده افكار كونفورميست كتحميه وكتخلي القلق ديالو ما يبانش بديك الحده لان هو جزء فقط من واحد الجماعه، واحد المجتمع، واحد الامه. عكس الجيل الجديد اللي قلت انه لقى راسو وجها لوجه مع مد ثقافي جديد، سياق سياسي عالمي جديد. ما بقاش الفرد جزء من ديك الامه ولا ديك الجماعه، ولا الفرد كيحمل الهم ديالو بوحدو. كاينين تساؤلات وكاين قلق شخصي عند كل واحد بوحدو. هادشي كامل اللي تيحاول يرصدو هاد الفيلم الجميل جدا من خلال السيره ديال هاد الفنان سيف اللي عنده رؤيه مختلفه للموسيقى بحال الشباب ديال الجيل ديالو، عنده رؤيه مختلفه للنجاح، عنده رؤيه مختلفه للاخلاق والقيم، وكيحاول ما امكن انه يدير بلاصه وسط هاد الواقع الجديد، وكيحاول ما امكن انه يبين للناس يعني الوجود ديالو في هاد الواقع هذا. 27 سنة نفسي ابقى حاجة، كل يوم اقول بكرة، وما يجي بكرة اقول بكرة، واجل احلامي شوية، وفي الاخر اتهيألي ان هي سراب، وعمرها ما هتتحقق، اكيد ده مش زماننا، واحنا جينا غلط. الشخصية اللي لعبها عمرو دياب في الفيلم سيف هو امتداد لكاع الشباب في ذاك الوقت، اللي انجذبوا للسينما الامريكية، واللي انجذبوا للاغاني الغربية، اللي تأثروا شوية بهذا النمط ديال العيش الامريكي. واللي كيحاولوا انهم يحاكيوا هذا نمط العيش في المعيش اليومي ديالهم. هي امتداد للموسيقى اللي كانت رائجه ذاك الوقت واللي تسمات موسيقى الجيل، اللي بداها الموزع والملحن حميد الشاعري، واللي لاقت واحد الاحتجاج كبير بزاف من جيل الرواد ولا الجيل السابق، حيت اعتبروها موسيقى تافهه ضاره للذوق العام. وهذا الشيء ماشي شي حاجه جديده، ان بين كل جيلين تيكون ديما واحد الصراع، الجيل القديم تيكون شويه ريزيستون مقاول للافكار الجديده، والجيل الجديد تيحاول انه يفرض هذا
هاد الرؤيه ديالو، هاد الوجود ديالو بواحد الطريقه معينه. بعض المرات تيكون الطريقه ديال فرض الوجود متشنجه شويه، كتؤدي لصراعات وكتؤدي لقطيعه بين الجيلين. كما اشرت ليه، موسيقى الجيل كانت حاضره في هذا الفيلم هذا من خلال الاغاني وكلمات الاغاني ومن خلال الالحان والتوزيع. حسام حسني اللي قام بتوزيع اغاني هذا الفيلم هذا راه واحد من الوجوه المهمه في هذه الحركه الجديده ديال هذه موسيقى الجيل. وكلمات الاغاني واخا كتبها واحد الانسان اللي زعما خاطر شويه في الكتابه مدحت العدل، الا انه حاول انه ينصت الهموم الشباب ديال ذاك الوقت، وحاول انه يهضر باللسان ديالهم، حاول انه سوميتغ دون لا بو، يدخل يعني يتقمص الشخصيه ديال ذاك الشباب وشوف شنو بغا، يهضر بالامال ديالهم، بالالام ديالهم، بالاحزان ديالهم، بالاحلام ديالهم، وحاول انه يجسد هادشي في مجموعه من الاغاني الزوينه صراحه. حتمرض على الوضع الحالي، مش هصغر دواكي ليالي، ولا يمكن افكر ارجع بعدك، عمري حيحلاش اضواء نيون الاعلانات. انا كل الحاجات والراديوهات، انا جوه دماغي حاجات هتغير وجه الكون، احلام الوفات الوفات وحطولها وفين ما تكون. وباش المخرج يبين هذا الصراع بين هاد جوج الاجيال، عطانا شخصيه اخرى في الفيلم اللي واخا انها كتعيش واحد لوستي اللي هو عاباتي، الا انها كترمز بقوه الاجيال السابقه. يا شخصيه زرياب، زرياب بعد الاسم ديال زرياب، واحد من اشهر الشخصيات في التاريخ العربي بصفه عامه موسيقيا، كنهضر موسيقيا. وثم الشخصيه ديال زرياب في الفيلم، داك الانسان العازف على العود اللي عنده الحان زوينه، دونك كنا تيفكرنا مع الاغنيه الجاده اللي قريبه من الناس، الاغنيه الملتزمه اللي ملتصقه بهم الناس وقريبه لهم وكتغني بلسانهم، عكس كما قلت لكم سيف والشباب الاخرين اللي يلاه جايين، اللي شويه فردانيين في الفكر ديالهم، واللي كيفكروا في الهموم الشخصيه ديال الفرد، ديال الوجدان الشخصي ماشي ديال الوجدان الجماعي كما في الحالات السابقه. ولا كلامك مش عاجبني، بالعكس انا كلامك حبيته، بس نفسي اغني عن نفسي، عن حاجات تخصني، يمكن تكون بسيطه يمكن تكون تافهه لكن حاسسها. وباش ان المخرج يقول لنا راه واحد الحقبه سالات، واحد الجيل سال، واحد الجيل اخر غادي ياخذ المشعل، دار واحد الشيء رمزي زوين في هذا الفيلم هذا، هو الطريقه ديال الموت ديال زرياب. مات في الشارع، زرياب مات في الشارع الوقت اللي سيف وهاد الشباب هادو بداو الاغاني ديالهم في الشارع، بداو تيوصلوا للشباب في الشارع، يعني ان الشارع والاغنيه الشارع والثقافه الشارع قتلات ولو رمزيا طبعا الموسيقى الاخرى اللي كانت قبل ديال الجيل السابق. منك نجم مصر الاول، انت سيب لي نفسك خالص، صور دعايه افيشات منشتات جوه مصر وبره مصر. هلا بالمناسبه انت الجنس بتاعك ماركته ايه؟ اشمعنى؟ لا لا يا حبيبي، الحاجات دي بتهم الناس، بتاكل ايه؟ بتشرب ايه؟ بتروح فين؟ كل ده يهم الناس؟ طبعا. طب وفني؟ فنك ايه يا حبيبي؟ فنك ده بعد ايه؟ بعد ما اكل، باي باي. فيلم زوين صراحه بزاف بزاف، وكيستحق انه يدوز معانا في هذه الفقره هذه ديال كود كور، لان كيما قلت لكم ماشي غير فيلم تجاري خفيف، ولكن فيلم اللي ناقش مواضيع ثقيله واحد القالب خفيف اللي خلى انه وصل للناس. هذا الفيلم هذا خدا واحد شويه الوقت باش انه خد المكانه في السينما المصريه، لان الناس تعاملوا معاه في الاول على انه فيلم موسيقي وعلى انه فيلم خفيف، فيلم تجاري دار باش انه يكسر الدنيا كما تيقولوا المصريين ويدير ارباح وايرادات كثيره في البوكس اوفيس. ولكن من بعد بداو الناس كيفهموا الفيلم وكيفهموا بانه ماشي هادشي اللي كان باغي المخرج خيري بشاره، وهادشي كيقولوا في بزاف ديال اللقاءات الصحفيه، كيقول بانه بغى يقدم للناس رؤيه ديالو لواحد التغيير في المجتمع المصري، لواحد الانتقال وتسليم السلطات كما بغيتو نقولوا، الباساسيون سيني بين جوج الاجيال، جيل قديم اللي كبر في واحد المرحله معينه واللي سالات هذيك المرحله، وجيل جديد اللي بغى يماركي الوقت ديالو بالافكار ديالو بالاحلام ديالو بهذا. ونتمنى لكم تشوفوا هذا الفيلم هذا اللي غدوزوا معاه وقيته سينمائيه زوينه، وكنتمنى لكم فرجه طيبه. تراخوا ما تغنوش، اكتفوا، دي غنوه شارع، فاهمين؟ هتاف ايه وشارع ايه؟ لازم شويه درع شويه نعومه، احنا نغني في حفله مش في محكمه. هو ده اللي هيكسر الدنيا؟ دي ريحته هي اللي هتكسرها. يعني ايه؟ ريحته فظيعه يا نور. وايه علاقه الريحه بالابداع؟ طبعا في علاقه، عمرك شفت فنان ريحته وحشه بالشكل ده؟ وجدتوها يا اولاد الافاعي، وجدتوها. هكذا كتسالي هذه الحلقه هذه ديال الكود كور، نتمنى انها عجبتكم، شكرا لكم على المتابعه ونشوفكم لاحقا، تحياتي.